تجمع المحاضرة الماضية تكملنا في بعض التخصيص كنت تجمع لك قطة مهمة هي ديسبلاي تمام؟ قلنا يا جماعة الديسبلاي اللي بتحدد بحمل عن طريق إذا البوكس الموجود عندي في الصفحة إنلاين أو أو بلوك أو إنلاين بلوك أو لا تمام؟ نرجو على إيش يصير تمام؟ وشرحنا الفرق التفصيل ما بين الانلاين وما بين البلوك تايب قلنا الانلاين ممكن اعرض عناصر ورا بعض تمام البلوك تايب بياخذ بلوك كامل في الشاشه واللي باقي العناصر بعد ما اعرضها تحت البلوك بتاثر بالويدث والهايت الانلاين بتاثرش بقلص العنصر لحد ما يصير على قد ايش على قد المستوى الموجود فيه عشان هيك قلنا في عنصر في نوع ثاني هو الانلاين بلوك يعني بمعنى انه بنعرض انلاين الى ان اثر بالويدث والهايت واستخدمنا الديسبلاي هذا عشان نعرف مثلا بعض العناصر جنب بعض في الصفحه وقلنا في سلبيه في الانلاين انه في مسافه صغيره بتظهر فبتضطر ايش؟ انه المسافه هذه احط بينها وبين المسافه وبعدين قلنا كمان لما نقسم المساحات ما بين الاجزاء تمام ضروري تاخذ بعين الاعتبار الكوبكت اللي هي ايش الكوكس سايزنج تمام على اساس انه هو لما تعطي مثلا 30% لمتر او 70% لمتر تمام في لما يحسب الوزن 30% و 70% باي ديفولت ما ياخذش بعين الاعتبار مسافات البادنج والبوردر تمام فهتلاحظ انه بالرغم انه هذا 30 وهذا 70 ويكون 100% الا انه بيعرف العنصر والثاني بيعرف تحته ليش؟ لانه فعليا ما فيش مكان بكون العنصر الثاني فبنفسه تحت ليش فيش مكان؟ لانه في مسافات ما حسبهاش زي مسافه البوردر والثاني فعشان نحسب هدول المساحات من ضمن الويدث من ضمن ال 70% من ضمن ال 30% بنحط ايش؟ البوكس سايزنج بوردر طيب وبعد هيك بدينا في الاتربيوت الثانيه اللي هي قلنا ايش اسمها؟ الفلوت تمام؟ شوفنا اللي ربنا تستخدم الفلوت مع الصوره صح ولا لا؟ الفلوت يا جماعه ايش فايدتها؟ انها باختصار هي انعملت اساسا للصور على اساس ان انت تعرض الصوره يمين او شمال وتخلي الكونتنت يحيط بالصوره تمام؟ هذا الاستخدام الاساسي بتاع الفلوت وجربناه جربنا حطينا الصوره وحطينا الصوره على الفلوت ليفت مثلا طلع المحتوى حوالين الصوره الفكرة يا جماعة في الفلوت إن العنصر اللي بحطه على فلوت بيطلع من النورمال فلورال بيج ايش النورمال فلورال بيج؟ يعني مثلا المعروف انه لما يكون عندي بلوك ايتمز ديف مثلا بعرض ديف بلوك واحد وبعدين بعرض الديف اللي بعده وهكذا تمام؟ لان ايش اللي بصير لو انا اجي هنا واحد من الديف مثلا هو الديف ممكن تكون صوره ديف او صوره بوكس تمام؟ اجيت حطيت واحد منهم فلوت اجيت انا حطيته فلوت ايش هي الفلوت؟ يعني طلع من النورمال فلوت فيه بمعنى ان الان هذا الاول هيضل زي ما هو تمام؟ الفلوت هذا الان فلوت ليفت ولا رايت بحطه؟ فلوت ليفت فالان هيحطه على الجانب اليمين او الشمال زي ما انا هذا العنصر من هنا هيجي هنا طيب الان هذا الموجود تحته احنا قلنا طلع من النورمال فلو ايش النورمال فلو؟ هذا واحد اثنين ثلاثه اربعه هذا النورمال فلو الان لما طلع هذا من النورمال فلو مين صار رقم اثنين؟ هذا اثنين وهذا ثلاثه بمعنى الان غير رقم واحد وتحديد بيعرض ايش؟ جامد رقم هنا هنا المفروض في السطر هذا لكن عشان في هذا الموجود هيعرض وين؟ هيعرض جنب هذا رقم اثنين وبعدين بيجي مين؟ بيجي مين؟ بيجي رقم ثلاثة طبعا إذا هذا الإنلاين بيكمل ثلاثة وين؟ ورا إذا كان البلوك بيكمل وين؟ بيكمل تحت بمعنى إنه الآن هذا بعتبره مش موجود تمام؟ بيعتبره مش موجود لما يجي يرتب على راس هذا واحد انا بجيب على اثنين تمام عشان هذا موجود هنا بخليه وبعرض اثنين ايش؟ جنب بالرغم انه هذا بلوك صعب تمام هذا بلوك احنا اخذنا البلوك المفروض العرض ايش؟ لحاله تمام بس هذا فلوت بعتبر كلمه اصلا فلوت ايش يعني؟ فلوت يعني فاصل تمام
يعني ايش تشيل انت هذا العنصر الفلوك وتخلطه بالمرض. ايش المفروض يجي؟ واحد اثنين وثلاثة، صح ولا لا؟ لان هذا الفلوك عشان يبين الناس ايش بيعمل، بزحزح الاثنين مش انا قلت له ليفت، بزحزح الاثنين لهنا الاثنين وبيجي ايش؟ بيجي العنصر الفلوك الفلوك لو قلت هذا الفلوك طلع بس بيجي وين؟ بجهة اليمين وبجهة الاثنين جوا. لأن النوم الفلو للملف فعليا المفروض انه حاليا لو حطيت سنة فلو كانت واحد اثنين ثلاثة. طيب لو خليت هذول الاثنين فلو الان مين في النوم الفلو للملف؟ هيصير بس مين؟ واحد وهذا اثنين، تمام؟ فايش اللي هيصير في الصفحة؟ هيعرض البلوك الاول، تمام؟ بعدين في عنده بلوك ثاني، صح؟ بس هذول الاثنين عشان اعمل فلور ليست، تمام؟ هيزق هذا شوي لقدام وهيعرض جنبه مين؟ هذا وهذا الاثنين فلور. فلور درايف هيجي هو هنا، هاي اثنين، هيجي اثنين هنا، تمام؟ هذول بيجوا وين؟ يعني ياخذ ون على الصفار بيجي جنبه، تمام؟ ما هو انت بتحدد انه وين فلوت. يعني التقسيم يا جماعه كالتالي، الاول هذول طلعهم من حساباتك. ايش بيصير في الملف؟ واحد واثنين، المفروض العرض كيف؟ واحد وايش؟ اثنين. الان شوف هذول الفلوت وين جايين؟ ليفت ورا رايت. اذا اجوا ليفت والله بيزقوا الاثنين هنا وبيعرضوا لفت. اذا اجوا رايت بيعرضوا بعد ايش؟ بعد الاثنين. تمام؟ طبعا عملت ايش؟ اذا انت صغرت في الصفحه ايش بيصير في هذا؟ بينزل ده. بقيت احنا ممكن نستفيد من الفلوت، يعني احنا شفنا ان الفلوت استخدام الاساس تبعه مثلا في الصوره عشان يعرض المحتوى حوالين الصوره، وهذا بيصير. يعني اثنين هذا المحتوى انعرض حوالين مين؟ الفلوت. صح ولا لا؟ مش هذا اللي صار يا جماعه؟ تخيل هذه الصوره، هذه الصوره. فعليا واحد وكان هذول بايجرافس، تخيل هذول ايش؟ هذول صور، قلت له ليفت فلوت ليفت رايت، اجوا الصور هنا والمحتوى اللي حواليها، طبعا هذا واحد وهذا ايش؟ هذا اثنين، زي ما شفنا في الصور لما عملناها فلوت ليفت انعرض ايش؟ الكلام زي هيك، تمام؟ هو فعليا ايش اللي عمله؟ هنا عرضت بايجراف بي، صح؟ وهنا كمل ايش؟ باراجراف ثاني في اثنين، وبعدين كمل ايش؟ في ثلاثة. الصورة طلعها من الحسابات، يعني عشان يعرف بي واحد تحت بي اثنين تحت بي ثلاثة. عشان قلت له هذا شفت الفلوت ليفت، تمام؟ قدم هذا اللي قدام شوي وحطها هنا. طيب هذا الاستخدام الاساسي للفلوت. بقول لك الفلوت كمان مستخدم بشكل كبير لترتيب وتقسيم الصفحة لكولومز. لما تعمل انت صفحه فيها مالتي كولم ممكن تستخدم الفلوت عشان تحط الكولمز ايش؟ جنب بعض. لان احنا كيف بنحط العناصر جنب بعض؟ اخذنا طريقه المحاضره الماضيه اللي هي ايش؟ بنفس الانلاين تسبلاي وتحط انلاين او انلاين بلوك بصير ايش العناصر؟ جنب بعض ورا. الا انه الانلاين فيها المشكله الوحيده فيها اللي هي الجهات الموجوده ما بين العناصر، وهذا بيأثر لانه انت لازم تاخذها بعين الاعتبار لما تقسم ايش؟ المساحات. يعني المره الماضيه شفنا حتى لو حطيت انت 30% للكولم الاول و70% للكولم الثاني وقلت له قلت بوكس سايزنج موتر برضه نزلت من الكولم الثاني، ليش؟ لانه في مسافه صغيره ما خدهاش في الحسابات، تمام؟ لكن انت فهتضطر تروح تعدل في الاتش تي ام ال، تمام؟ انتوا معايا يا جماعه ولا لا؟ راجع المره الماضيه، يعني المره الماضيه انا استخدمت انلايف طلعت انك مسافه صغيره موجوده هنا، فلو اعطيت انا مثلا 40% وهذا 60% المفروض ان هي جنب بعض، صحيح. فانا فعليا طلع عندي انه نزل هذا وين؟ تحت، نزل تحت، لانه في مسافه، لانه في مسافه هنا مثلا خلينا نقول 5 بكسل، فبرجع قال انا 40% الشاشه كلها ايش؟ 800 بكسل او 1000 بكسل عشان الحسابات تسهل، هذا بيطلع 400 بكسل، تمام؟ وهنا في عندي 5 بكسل وهذا طلع 60 بكسل، فلما يجي عرض ال 400 تمام وعرض ال 5 بكسل هذول
بعدين ايش؟ بقدر نشمل بالالف 595 ده يعني 600 ما بكفيش ما نزلها ايش؟ نزلها الحل زي ما قلنا انك تروح على ال HTML وتحط كومنت ما بين تو بلوكس هذول بس هذا مش حل برضه ليش؟ لانه احنا بدنا نلاقي حل سي اس اس بيور سبمشن لانه هنا بدك تضطر انك تروح على ال HTML وتشيل الجابس ما بين الايتمز ايوه انا جيت انا بقدر من السي اس اس اشيل كل الديفولت تنسيقات الديفولت من المصفحه وابدا من جديد يعني مثلا لو جيت بس هذا ما تقدرش تشيله انت بتشيل في السي اس اس بتشيل المارجن بتشيل البادنج طيب بتشيل البوردر بتشيل الملفيه بس هاي بس بالذات مش هتقدر تشيلها ايوه المارجن مش هاي مارجن هذا مش مارجن هو حكينا عن المارجن في الثالث ساعتها ماشي بس هذا برضه مش حل برضه ما بعرفش اذا مظبوط ولا لا بس بتقدر تمام بس هذا باستخدام الفلوت تمام انت لما تحط ايش اللي هيصير يا جماعه شوف هذول الاثنين احنا حطيناهم في فلوت ايش صار فيهم؟ يا جماعة احنا بدنا نعمل التالي بدنا نصمم صفحة كالتالي بدنا هيدر تمام وصفحة تو كولم هذا كولم وهذا كولم ثاني مثلا ممكن يكون في عندي لينكس هنا ممكن يكون عندي محتوى تمام وتحت هنا في عندي ايش؟ هذا نورمال ديزاين لاي صفحه اشترط كولم ممكن يكون في عندك ايش؟ ثلاثة كولم تمام خلينا نعملها ثلاثة كولم اساس ايش تكتر شوي طيب في صفحه زي بصممها اول حاجه بشوف انا كم قسم عندي في الصفحه 1 2 3 4 5 انا كم كولم 3 ولا 2 تمام فعندي خمس ايش؟ خمس اقسام فالمفروض يكون عندي كم ديف؟ خمسه الان انا مثلا اللي فوق بدي اسميه ايش؟ بدي اسميه ديف بدي اسميه ايش؟ هيدر تمام؟ ذيس از ذا هيدر الان عندي تحت ايش؟ في الاخر فوتر ذيس از ذا فوتر الان بقول لك الكولمز اللي في النص هذول عشان نرتب شغلنا ونقدر من السي اس اس ندخل عليهم حطهم كلهم داخل ايش؟ داخل ديف يعني هل قد احنا بدنا نعمل جوا ثلاثه ديف والثلاثه بدنا نحطهم لهم كلهم كونتينر تمام؟ فبدنا نعمل ديف كبير اسمه مثلا الاي دي تبعه تمام؟ رابر ايش هي كلمه رابر؟ غلاف يعني تمام؟ داخل الدف هذا هو مش شرط بس للترتيب بدنا نعمل كم دف؟ ثلاثة تمام؟ اللي هو الدف الأول كيف؟ ممكن نحطش ديف ونكتبهم عادي ممكن بس الأفضل عشان الترتيب الشغل زي هيك تمام؟ بدنا نقول هذا بنتمي كلاس اسمها كولم مثلا This is column 1 This is column 2 ماشي يا جماعة طيب يبقى هاي الهيدر هذا الرابر المحتمل في النص اللي مفروض فيه كم كولم ثلاثة تمام وفي الآخر بيجي عندي ايش بيجي عندي الفوتر تعال نشوف شكل الصفحة مبدئيا طلعت ايش خلينا نكبر الخط شوي عشان نشوفه تمام فبنقول ايش هنا بادي فون سايز 2 ام تمام this is the header
وبعدين this is column 1 column 2 column 3 this is footer. طبعا الرابر موجود بس ايش ماله؟ مش باين، ما حطناش احنا في نص او كذا. طيب الان الفكره انه الهيدر بده يضل فوق. خلينا برضو ايش نرتب الصفحه، انه بدنا نيجي نقول انه البادي برضو الويدث تبعه 70% تمام، مارجن اوتو. طيب وبدنا نيجي كمان الان للهيدر عشان نميزها مع بعض عن بعض. نقول باك جراوند كلر يلو، وهي الفوتر بعدين في عند الدف او الدوت كولم او ايش بدي اعملها. انا بدي اقول رابر دوت كولم فيرست تشايلد لحظة لحظة خلينا الله هالقلب بقول لك انا ايش بسوي. كيف؟ الفرصة تشارد بتطلعش. مالها خصوصا لو انا عملت تعديل يعني مشيت كذا نشد عسل. كنترول سبيس. كنترول سبيس. ما هي موجودة في الإكليبس، انت مش بتستخدم إكليبس؟ موجودة في الإكليبس برضو بطلعها كنترول سبيس بطلع الاختيارات. انتبهوا يا جماعة معايا. انتبهوا يا جماعه والله شويه بتكلموا. بعرفش ليش ما ضبطتش. جربتوها في البيت؟ طيب ضبط. مش عارف والله ليش ما ضبطتش. طيب انتبهوا معايا الان. انا بس اللي عملته اللي لونت ايش؟ لونت العناصر الموجوده تمام. الهيدر حطيته بيلو والفوتر حطيته يلون تاني. الان ايش هذول؟ ايش اللي سويته انا هنا؟ هل قلت انا كل الموجودين جوا حطيتهم في كلاس ايش؟ نفس الكلاس تمام؟ فعشان اميز بينهم قلت له الفيرست تشايلد في كلاس ايش؟ كولم. السكند تشايلد في كلاس كولم والثيرد تشايلد في كلاس كولم تمام؟ يعني حتى الان انا بس عملت ايش؟ كيف؟ كلنا نفس الكلاس مش فاهم ايش يعني. فيرست تشايلد الاول في اسمه فيرست تشايلد. هذه اخذناها يا جماعه صح. طيب الان يا جماعه لسه ما عملناش شغلنا الاساسي. احنا ايش بنسوي؟ بدنا الكولم واحد واثنين وثلاثه يجوا جنب بعض، مش هذا بدنا اياه؟ ما عليك الا ايش تعمل؟ طلع هنا بتقول له دوت كولم فلوت ليفت دوت كولم فلوت ليفت تمام. اثر فيهم طلع عليهم. اقول لك تخيل انه هذول صور، تخيل انهم صور مش المفروض لما الصورة تصير ليفت يجي المحتوى حواليها صح؟ على طول تخيل لها صورة. هذول كلهم صاروا ايش؟ صورة. وين المحتوى؟ هاي المحتوى وهي مين؟ هاي المحتوى اجى حوالين مين؟
الصورة. حوالين الصورة. ولو في تحت الفوتر حاجة يكمل وين؟ تحت. الآن هذول كلهم طلعوا out of the normal flow of the file. يعني طلعوا خارج ايش؟ ترتيب التلقائي للملف. مين هذول في ترتيب التلقائي للملف؟ This is the header وبعد على طول مين؟ This is the footer. تمام؟ وهذول سردهم كلهم ايش؟ على الف. تخيل لهم صورة. هذا ما منطقي اللي احنا شايفينه. صح ولا لا؟ حاطهم كلهم كوروا من ولاحظ انه بصير فلو تمام؟ يعني بفرق الحجم على حسب على قد ايش؟ على قد الكونتنت. هل بنقدر نغير حجم هذا؟ والفوتر سلكوا جنبهم. تمام؟ طيب هل قدنا نرتب شوية ايش؟ شوية حاجات انه احنا بدنا نيجي للكولمز هذول نقسم الود الثبات. تمام؟ او قبل ما زي ما قال سبيك ننزل مين؟ الفوتر. لازم الفوتر ينزل. في كل حال من الاحوال بنفعش الفوتر يظل موجود. درباه هو طبعا ايش؟ الفوتر هينزل تلقائي لو انت صغرت ايش؟ الشاشة على حد ما يصل يعني هيو قاعد ينزل في شوية شوية. تمام؟ بس احنا لا احنا مفروض الفوتر ايش؟ في كل الاحوال يكون تحت لحاله. كيف؟ لا فلوت نان انت اخفيته هيك على الوجود. لا ما فيش فلوت نان هذيك الديسبلاي نان. فلوت في شيء فلوت يا ليفت يا رايت. تمام مين عشان ناخذ هذا المكاتب احنا بدنا نقول من 3 تراير جنب الدين. تمام بدنا جنب الكولم 3 حاجه. تمام لا طلع كيف نعملها انتبه معي في بروبرتي طلع معي شوي. تمام بدي اروح للفوتر. هلقيت بدي اروح للفوتر وضيف بروبرتي اسمها كلير ليفت. تمام كبر صغر هلقيت صار الفوتر وين؟ صار تحت. تمام ضفت حاجة واحدة اسمها ايش؟ كلير ليفت. هلقيت ايش كلير هذا الجماعة؟ دائما بستخدم معها حاجة اسمها كلير. ايش الكلير هذا يا جماعة؟ الان انا بدي ايتم معين ينزل لحاله باي ديفولت انعرض هذا الشيء هذي انعرض جنب فلوتس مش هذول فلوتس. تمام ممكن انا الايتم اذا بديش اعرض جنب فلوت تمام ممكن اروح اقول له كلير واقول له يعني بديش على شماله فلوت ما تحطليش فلوت على الشمال. تمام اما رحت للفوتر قلت له كلير نقطتين ليفت ايش يعني؟ يعني على ليفت الفوتر بديش اي حاجه فلوت. طب ايش هيعمل؟ يعني بديش حاجه فلوت يروح يمحي هذول؟ لا مش هيمحيهم. ايش هيعمل؟ هينزل الفوتر لحاله عشان ما يكونش على شماله ايش؟ فلوت. تمام باي ديفولت يا جماعه لما انا حاط عناصر فلوت اي محتوى ثاني هيكمل بعدها زي حطيت صوره فلوت هيكمل عناصر بعدها. تمام اذا انت عندك عنصر انعرض جنب فلوت بتكش ينعرض بدك اياه ينعرض لحاله بتكش حواليه فلوت. تمام فبتروح للعنصر هذا يعني هيدي المشكله هنا وين؟ في الفوتر بتقول له كلير وين الفلوت موجودين؟ هل على الشمال ولا على يمينه؟ على الشمال كلير ليفت معناها انه الان انت ما دام بتقول كلير ليفت يعني بديش على شمال الفولتر ايش؟ اي حاجه فلوت. فايش هيسوي؟ هيضطر ينزل الفولتر تحت عشان ما يكونش على شماله ايش؟ فلوت. طبعا احنا بنريح حالنا وبنحط ايش؟ بنحط حاجه اسمها كلير وبنقول بوث. ايش يعني بوث؟ من الجهتين. تمام فهيك بنزل مين؟ نزل الفولتر. يبقى احنا هل درباك هذا الحل هتستخدموها كثير في التصميم؟ التصميم اصلا تنسيبه ايش؟ اعمل. تمام؟ الاعمل اللي بدك اياها باختصار بدك اياها جنب بعض حطهم ايش؟ فلوت. فلوت ليفت. بصيروا ايش؟ بصيروا جنب بعض. بتكش حاجه ايه جنبهم؟ اخر تاني بعتهم مباشره حطوا ايش؟ كلير بوف. هيك الخلاصه. تمام هذول بدي احميهم جنب بعض كلهم حطيتهم فلوت ايش؟ فلوت ليفت.
اللي بعده من الفوتر بديش يجمع اي حاجه فلوت، بديش يكمل بعده، لانه هو المنطق ايش لما نحط اي حاجه فلوت تمام بحط حواليه جنبه محترق تمام بحط جنبه محترق، فانا بديش يكون جنبه محترق، بروح للمحتوى اللي بيجي جنبه بقول له هذا بديش جنبه يكون ايش فلوت، فحطته كلير كلير بوف. حلو هلا لما علقت صار مستعد لو كنت هلا تمام. طيب تقدر تيجي ايش هنا نيجي على الكولم الاول تمام، طبعا هنا بنقول له بوكس سايزنج بوردر، وبعدين بنروح للكولم الاول بنقول له لا هي باي ديفولت كلش موجوده، لما احنا ليش يعني مش انا بحط بوردر لهم لو حطيت بوردر وبادنج عشان ياخذوا في الحسبه. الان باجي على الكولم الاول بقول له ويدث مثلا 30%، الكولم الثاني ويدث مثلا خلينا نقول 40%، قديش ضل؟ ضل 30، مش هما ثلاث اعمده جنب بعض 30 و 70 و 30، بنطلع في الاخر 100. كيف؟ فيش شيء اسمه لاست تشايلد، مش فاكر، لا ما اظنش انه في حاجه اسمها لاست في ولا في. نشوف اذا ما نجرب هاي لاست تشايلد موجوده تمام. طيب هيك ايش قسمهم بالترتيب بالاثنين. الكلام هذا تكست الاينمنت تمام، عند الكولم بقول تكست الاينمنت سنتر، هذول الكولم مثل في النص شايفهم صاروا سنتر. انا يا جماعه هذا المثال بفرجيك الاساس لتقسيم الصفحه لايش؟ لكولم تمام. ممكن تقسم الهيدر كمان لكولم صح ولا لا؟ تحط فيه اكثر من كولم وتخليهم فلوت ليفت تمام. المره اللي فاتت عملناها بالان لاين صح ولا لا؟ هلقيت استخدمنا بدلها ايش؟ الفلوت، والفلوت مستخدمه ومطبقه ايش؟ بشكل اكبر. ماشي يا جماعه، هذا الاساس لتقسيم الصفحه لكولم. خلينا هلقيت شفتوا الصفحه تاعتنا اللي احنا شغالين عليها، بدنا نرجع نعمل ايش؟ نفس الفكره هذه عشان نشوف حاجه جديده. ايوه ما هو بنحط عاد بنحط مارجنز بينهم، يعني هي مثلا قول مارجن بس هذا بدها ايش؟ تعيد الحسابات ثاني، يعني المارجن ما تدخلش في الحساب، مثلا خلينا نقول 20 بكسل تمام، هيك عرض ايش؟ مسافات بينهم، بس المارجن ما بتجيش في البوكس، بالبوكس سايزنج، البوكس سايزنج بياخذ بعين الاعتبار مين؟ البوردر اللي جوا تمام؟ فبدك ايش هلقيت؟ تقلل النسبة هذه مثلا، تكون مثلا 25% تمام؟ وهذا ايش؟ اللي هنا 25 على اساس ايش؟ يعرضهم جنب بعض، وهذه مثلا 30 تمام؟ زي هيك يعني بدك؟ خلص هيك مارجنز، مش اخذنا المارجن؟ ايوه الديف الاول ينزل تحت ولا في النص يطلع فوق؟ لا انت هيك يعني بتلعب اتاري يعني. لا هذا شوف، هذا لما ناخذ البوت ستراب ممكن تلعب جافا سكريبت تمام؟ ممكن انا حكيته كيف انه بياخذ العناصر بالترتيب اللي مالوش مكان بنزله تحت. انت ما بدك شكل الفايل هاي بديش ينزل على المحتوى بعدين نزل معك. طيب هذا شوف، انت ممكن تعمل تصميمين مختلفين للجوال وللجهاز العادي تمام، وتعمل فيه الحاجه هذه تمام، بس الديفولت الموجود انه العنصر لو ظهرت الشاشه العنصر الموجود على الطرف هذا بينزل تحت تمام. طبعا هنا مش هينزل، انا قلت لهم فلوت فبعرضهم جنب بعض، يعني دائما لما يكون في عناصر ان لاين مرتبين ورا بعض اللي ملوش مكان بينزل تحت تمام، هذا اللي بيصير دائما.
ماشي يا جماعة، هلقيت نفس اللي عملناه هنا بدنا نطبقه تاني وين؟ طيب او قبل ما نطبق بدنا نشوف برضو تعديل بسيط شوي. الان يا جماعة احنا قلنا الكولمز بنيوم نعرضهم جنب بعض ببساطة، حطناهم كلهم فلوت، هذا فلوت وهذا فلوت وهذا فلوت. الان المشكلة اللي ظهرت عندي انه الفلوتر كان يعرضوا ايش؟ كان يعرضوا جنبهم. عشان نتجنب انه يعرض الفلوتر جنبهم رحنا للفلوتر وقلنا له كلير بوث، يعني معناها انه انا بديش حوالين الفلوتر ايش؟ اي حاجة فلوت. فاضطروا ينزلوا عشان يكون زي الزعيم لحاله، فيش جنبه ايش؟ في جنبه حاجة فلوت. الان في طريقة بقول لك تسهيل، انه بدل ما نحط، شايفين مش انا بروح رحت للفوتر قلت له كلير بوث تمام، قدام حاجة تانية بدي اقول له هنا انتبه معايا لحظة هلق بشرح لك اياه. طيب تمام، عشان ايش نتاكد منه. الان بقول لي اذا انت بدك تروح عرض الكولمز وبدك العنصر اللي بعده ينزل تحت، بتروح للعنصر اللي بعده وبتحط كلير بوف. المشكله عندك انت لما تيجي تصمم صفحه بدك تضطر تعرف ايش اسم التاج الموجود تحت الكولم عشان تروح السي اس اس تقول له حطه ايش كلير بوف. يعني بمعنى ان انت الان السي اس اس هتضطر تغيره بناء على ايش؟ على محتوى الصفحه. تمام؟ انتوا معايا يا جماعه ولا لا؟ صح صح. اللي بحكيها بنستخدم بشكل كبير. هل انتوا فهمتوا انا اللي شرحته لهني؟ كولمز بدنا نعرضهم جنب بعض حطيناهم كلهم لف. الحاجه اللي بعدهم حطيناها في الكلير بورد عشان ننزلها تحت. تمام؟ الان التاج اللي تحت اللي بعد الكولمز هذا انت الان لازم تكون عارفه عشان تروح للسي اس اس تقول كلير بوث. فانا هنا عارف انه اسمه فوتر، فرحت للسي اس اس قلت له فوتر كلير بوث. بس انت لما تيجي تصمم في اي صفحه انت مش عارف اسم التاج الموجود بعد الفوتر. تمام؟ فمعنى انك انت لما بدك تطبق نفس الفكره بدك تروح تضطر تفتح الشيء اللي شوف وتدور وين التاج اللي هيجي بعد الكولمز عشان تعمل لحاله تحت. هل في طريقه انك تخليه لحاله يعملها بدون ما تعرف اسم التاج اللي تحت؟ ممكن. كيف؟ انه ممكن نستخدم حاجه اسمها نقطتين افتر. ايش يعني افتر؟ معناها انه احنا ممكن نستخدم هذه النقطتين افتر عشان نضيف محتوى للصفحه. يعني اطلع معي هنا، شايفين انا كتبت السلم ربط، ايش يعني هذا الربط؟ الاي دي، الاي دي لمين هذا الربط؟ للدف اللي بيحتوى على مين؟ على الكولمز. تمام؟ الان رحت انا للربط افتر هذا وحطيت له كونتنت هلو تمام؟ وبلوك ايش؟ وبلوك ديسبلي. شوف ايش يصير في الصفحه عندي. اجى كتب لي ذيس از كولم 3 وبعده كتب لي ايش؟ كتب له هلو. يعني انا عن طريق الافتر هذه ممكن اضيف محتوى للصفحه عن طريق ايش؟ السي اس اس. يعني انا قلت له روح لبعد الربر واعمل لي ديف جديد. انا هيك كاني بهيك بقول له بعد الربر اعمل لي ديف جديد اكتب فيه كنت هلو ونوع الديف هذا ماله؟ بلوك. هذا عملت انا ايش؟ بدون ما يعني كاني انا ضفت ديف جديد برمجيا ضفته من خلال السي اس اس. يعني هلقيت بعد الكولم من 3 صار في عندي ديف جديد مكتوب فيه ايش؟ مكتوب فيه هلو. تمام؟ الان تعال الديف الجديد هذا اللي انا ضفته وقول له كلير بوث. ايش صار؟ نزله تحت. نفس قصة مين؟ الفوتر. بس انا هنا قصت انا الديف هذا ايش؟ برمجيا. عشان ما اعرفش ما اضطرش افتح الكود اشوف مين الدف الموجود اصلا بعد مين؟ بعد الكولمز. فهمت ايش الفكره؟
اللي انا ضفته برمجين. الان طبعا واحد ممكن طب ما هي هلو هذا عملنا مشكلة يعني. تمام؟ يا سيدي شيل الهلو وخلي الكونتنت ماله. خلي الكونتنت فاضي. لا هيو حطيته. بتهيأ لازم. او شيلها شوف ايش بيصير معك. تمام؟ لا. هو اقل حاجة. بالضبط احجز لي اعمل لي دف جديد بس ما تحطش فيه حاجة. والدف هذا حطيته بلوك وعملته كلير ايش؟ كلير بوث. تمام؟ هيك انا مش مضطر اعرف اي اي مساحة هذه؟ ما هو انت هديت ايش بدك تعمل؟ بدك هذول تحط مساحات لهم عشان ايش؟ يعبوا الشاشة. اه بالضبط. تمام؟ فهمتوا يا جماعة ايش الفكرة؟ انه انا عشان ما اعرفش انا من التاج الموجود اصلا بعد الكولم رحت قلت له خلاص بعد الرابر ايش ما يكون في الصفحة اعمل له ايش؟ دف جديد فاضي. تمام؟ واعمل له كلير بوث له. الان نفس الحاجة بقدر ارجع احط ايش الويدث هنا مثلا 30%. طيب 30 ليش عربي زي لا في حاجة هنا ايش هذا لا خلص كن معلم بس. تمام؟ الان هذه التمبلت هذا المثال انا بدي اخليه زي ما هو على اساس ايش انت منه تتعلم كيف تقسم الصفحة لايش لاجزاء. تمام؟ هلقيت نفس الفكرة هذه يا جماعة بدنا نروح نطبقها وين؟ تمام؟ في الصفحة تاعتنا صفحتنا الأصلية في لسه فكرة هنشوفها جديدة. هاي صفحتنا. تمام؟ هل قلت أنا مش في عندي محتوى هذا آرتكل؟ تمام؟ الآرتكل جوا سكشن يعني هذول كلهم موجودين داخل سكشن. في عندي حاجة اسمها أخذنا مثلا بلوك اسمه الأسايد. عارفين الأسايد اللي هو جانبي كلام جانبي مثلا أو مثلا نعمل بلوك مثلا هنا لينكس. تمام؟ بنضطر نقسم مين؟ الآرتكل لإيش؟ لأجزاء. تمام؟ خلينا نقول انه احنا على الجهة اليمين هذا بدنا نعرض بلوك مستقل كولم مستقل اللي هو مثلا كلام هامشي موجود. تمام؟ خلي الكود هذا بدنا نعرض حاجة ثانية جنبه. تمام؟ فاللي بدنا نسوي التالي لما نطلع في الصفحة نتذكر في انا عندي هيدر وفي عندي ارتكل داخله ايش؟ داخله سكشن. في اخر السكشن هلقيت بدي اروح اعمل هذا كله السكشن. بعد السكشن عملت بلوك اسمه اسايد. This is the aside part. تمام؟ الان وين الاسايد هذا موجود؟ باي ديفولت لو حطيته هي طلع تحت هنا. هذا منطقي لانه السكشن عباره عن بلوك ايتم فعرضه لحاله. والاسايد عباره عن بلوك فعرضه تحته. الفكره هي انه بدي اعرض الاسايد جنب مين؟ جنب السكشن جنب بعض زي ما درسنا. هلقيت الخطوه بتقول على طول انت بتروح تقول له سكشن واسايد مالهم فلوت ليفت عشان يعرضهم ايش؟ عشان يعرضهم جنب بعض. هو يا جماعة تسليمه كالتالي في عندي ارتكل هاي هذا مثلا هذا الارتكل داخله جزئين جزء سكشن وجزء ايش؟ اسايد. يعني هو انا بعتبر الرابر هلقيت مين؟ انت رتبها بالشكل اللي بدك اياه بس انا عندي الصفحه بصفحتي هذه رتبتها كيف؟ انه الرابر بدي استخدمه هو مين؟ هو الرابر الارتكل داخله حطيت سكشن وصل انا هيك رتبت. انت ممكن تروح لضعوف ضف حواليهم. تمام؟ الضف في سكشن وفي اسايد مثلا. تمام؟ بس انا عندي اصلا موجود ارتكل موجود داخله ايش؟ سكشن. فانا حطيت الاسايد جوا مين؟ جوا الارتكل. فهمت الارتكل ايش في جوا؟ كم حاجه؟ حاجتين سكشن واسايد. ف
فرحت عند الكلاس سكشن والاسايد حطيت الفلوت تبعهم ايش؟ اه ليفت. تعالوا نشوف ايش اللي صار معنا. تمام؟ طبعا صار في شويه لخبطه وطلع على الان بمجرد ما تحط عنصر ليفت تمام قلنا بنروح بغير الويدث والهايت تبعه على قد المحتوى. فلاحظ انه الارتكل كمان ايش صار فيه كبر شوي عشان يصير على قد يمين المحتوى. فبنروح حقيقة نظبط ايش قديش كل واحد ياخذ مساحه عشان نقدر نعرضهم جنب بعض. فبما لقيت اروح للارتكل ما هو هي السكشن والاسايد. احنا يا جماعة مش اخذنا السليكتور اللي هو عبارة عن فاصلة. واحد منهم ليفت. انت مش بك كيف؟ ماشي التاني بيجي حواليه بس انت لما لو صغرت الصفحة هينزل تحت. تمام؟ شوف انت بدك تعرض عناصر جنب بعض حطهم الاثنين فلوت. تمام؟ بدك يعني جربها. انت بتقول واحد فلوت والثاني خليه ايش؟ ما تخليه لا انت بدك امشي صح اعرض الاثنين حط الاثنين فلوت ليفت. تمام عشان يعرضهم جنب بعض. طيب انتبهوا معي هنقول في الداتا الارتكل اقول له ويدث مثلا 80% والاسايد 20%. يا جماعة أنا عندي هلقيت لا لخبطنا إحنا. هلقيت أنا عندي آرتيكل. الآرتيكل إيش في جوا؟ سكشن وأسايد. تمام؟ فأجيت هلقيت قلت له الأسايد الود 20% والسكشن والسكشن 80%. لا أنا فصلتهم السكشن وأسايد الاثنين مع بعض مالهم فلوت. ما ينفعش أحط هنا ود لأن كل واحد الوث ماله مختلف. تمام؟ كيف؟ لحظة الآن برضو عشان نضمن انه نقول له ايش البوكس سايزنج بوردر بوكس هذه خليها برضو مين بدي احطها هنا. طيب خلينا نشوف هلقد ايش اللي صار. تمام؟ ماشي. طيب الان هاي عرض مين؟ عرض الانترودكشن السكشن عرضه هنا وعرض جنبه مين؟ عرض جنبه الاسايد. الان واحد بيقول لي طب ليش ما عرضش الفوتر؟ الان ليش حتى من غير لاحظ انه من غير ما احط الفوتر كلير هي اصلا زي تمام. شوف المشكله اللي يعني اللي ظهرت عندي انا في كود كنت يعني الحل عامله في البيت ففشلته هالبيت. هو هيك مفروض يطلع. تمام؟ انتبهوا شوف التخبيص اللي صار عندي. الان فعليا عرض السكشن والاسايد جنب بعض. وين السكشن؟ هي. تمام؟ هذا كله ايش؟ كله سكشن. وين الاسايد؟ هي وهي. هذا ايش؟ هذا الفوتر. تمام؟ يعني هو فعليا يا جماعه ايش اللي سوى؟ هي الهبه وهي عندي يمين هذا السكشن كبير شوية. تمام؟ وعرض جنبه هنا مين؟ الأصايد. الآن في مساحة فاضية هنا. المفروض ما دام هذول فلوس ايش عملت؟ تعبي جنبه. صح ولا لا؟ انتوا معايا ولا لا يا جماعة؟ انت خرجت ايش طلع التخصيص صار؟ تمام؟ المفروض ما دام هذول فلوس بده يعبي جنبه. مين عبى جنبه هنا؟ الفوتر. شوف كيف تخبص الصفحة؟ تمام. كيف نضغط اول حاجه بدنا ننزل الفوتر تحت. تمام. كيف ننزل الفوتر تحت؟ بتروح للفوتر بتقول له كثير بوست او بتروح للارتكل بتقول له افضل اعمل له دف فاضي وخليه كثير. تمام يا جماعه بدنا ننزل الفوتر. كيف ننزل الفوتر؟ بتحط كثير بوست. تمام. او بتروح للارتكل بتقول له بعد ضيف دف واعمل له كلير بوث. تمام.
فروحنا هالجيت وين هاي الارتكل وبنعمل ايش ارتكل افتر. ليش بعمل ارتكل افتر؟ عشان اضيف بعده تب جديد كونتنت ديسبلاي بلوك كلير بور. لا هذه يعني ارتكل فوق خصائص الارتكل. ارتكل افتر انك حاجه انك تضيفها بعد الارتكل تمام. هيك تطلع في الصفحه ايش صار فيها. نزل الفوتر ماله تحت لو حطيت الفوتر كيف هي نفسها. ما احنا عملناها يا جماعه بطريقتين مش قبل شوي عملنا. بقول لك يا اما بتحط في الفوتر يا اما بتروح للرفر الرفر وبتضيف بعده. لا الارتكل كلير بوث معناها ما تحطش جنب الارتكل فلوت. لا انا بقول انا بدي تنفعش تحط الارتكل كلير بوث. انت بدك تجيب الديف اللي بعد الفلوت كل ما تحط جنب فلوت لان يا جماعه الفكره انه عرضي تو كولمز وجنبهم عرضي مين الفوتر. الفكرة انه الفوتر هذا بدي ارسله تحت. كيف بدي ارسله تحت؟ بدي اقول له يا فوتر بديش ينعرض جنبك اي حاجه فلوس تمام. ليش؟ عشان تضطر ايش يعمل؟ ينزله تحت. فرحت للفوتر هو جاي بعد هذول هو هذا بس بديش اعرضه جنبك. فرحت للفوتر قلت له كلير بوف يعني بديش حواليه يكون فلوس. فاضطر ايش يعمل ينزله تحت عشان ما يكونش حواليه ايش؟ فلوس. الان انا المشكله بالطريقه هذه وانا بضطر اعرف التالي الموجود مين بعد الكولوم. بعدين يا دكتور انا لو وهذه ممكن تاثر كمان على الفوتر لو الفوتر نفسه في جنبه ايش هذا فلوس. بعدين دكتور انا اضطر اضيف شغله قبل الفوتر بصير مضطر اني اشيل التنسيق تبعها من الفوتر واحطه للجديد. حضرتك كل مره بتضيف شغله بدي اطلع عندي تمام. بس هيك الصح انه انا ايش اقول له بدون ما اعرف انه في فوتر او ممكن في البرف ما يكونش اسمه فوتر اللي بعد هذول تمام. اقول له خلاص بعد هذول الاثنين مش في انا عندي هذول المربع مين الرقم في مثالنا هذا؟ الارتكل. تمام بعد الارتكل اعمل لي ضف لي ضف جديد واعمل له كبير. يعني كانه في ضفت واحد قبل مين؟ قبل الفوتر. واحد ما فيش فيه حاجه. هذا قلت له كثير نزل وين؟ نزل تحت ونزل معاه مين برضه؟ الفوتر وكل اللي بعده. فهمتوا يا جماعه؟ تقريبا هذه اصعب فكره في السياسه تمام؟ يعني هذا اصعب حاجه ناخذها في السياسه اصلا. احنا عندنا خلصنا السياسه تمام؟ اللي هو كيف نقسم المحتوى لايش؟ لكل. يبقى انا يا جماعه احنا اخذنا طريقتين عشان نقسم المحتوى لكل. طريقه الاسبين جوك اونلاين وطريقه ايش؟ الفلوت. هذا مستخدم بشكل ايش؟ بشكل اكبر تمام؟ ايوه ممكن نستخدم التيبل. الطريقه القديمه لا التيبل بقول لك انا زمان كانوا يستخدموه. زمان لما كانوا يصوروا الصفحات كانوا يعملوا التيبل ويقصوا الصفحات. بس بقول لك هذا طار تمام؟ ليش؟ لانه انت في التيبل مضطر انك تفتح ال HTML وتقعد تظبط بديش عرض هذا وبديش عرض هذا. هذا الهدف اصلا احنا عملنا سي اس اس انك تفصل التنسيق عن المحتوى. انت المحتوى بضل زي ما هو بتغير في التنسيق خلال بتاع في ملف ايش؟ خلال مستقل. هذا الهدف انه كل اللي بتخص هذا على الهدف. وبعد استخدام التيبل زي التنسيق خلال الخروج عن هدف التيبل زي الاساسي. هدف التيبل زي الاساسي هو ايش؟ عرض بيانات عرض محتوى مش هدفه تنسيق. لو كنا نجاوز ان نستخدمه للتنسيق تمام؟ طيب نيجي الآن يا جماعة على نقطتين صغار. لا لسه. كيف؟ محاضرة أظن. ما لسه في التيبلز والفورمز.
كيف نستخدم السي اس اس معه. طيب اوبن اتبعوا معي يا جماعة. مرات انت بتيجي طلع معي شوية بتيجي تحط انت CSS attributes للصفحة ممكن تقول له مثلا body border 3 pixel solid red. انا هنا حطيت بوردر لمين؟ لكل البدر. طيب خلاص انا عملته 70% هذا ممكن نحطه تحت هنا. طيب انتبهوا معايا شوية هل العناصر اللي جوا اخذت البوردر ولا لا؟ لا. هل صار في بوردر للدفز اللي جوا البادي؟ لا. طيب هنا بدنا ننتبه لحاجه. بعض السي اس اس بروبرتيز بتكون انهيد وبعضها نوت انهيد. ايش يعني انهيد ونوت انهيد؟ يعني مثلا في اتريبيوت انك لو اعطيتها للبيرنت كل تشيلدرن بياخذوا ايش؟ بياخذوا اتريبيوت زي مثلا الفونت سايز. الفونت سايز انت اعطيه مثلا للبيرنت كل الصفحه بتاخذ ايش؟ الفونت سايز. في اتريبيوتس كثير مش انهيرتد. ليش عملوا هذا انهيرتد؟ لان لو صارت انهيرتد ممكن تصير يعني مزعجه شوي. زي مثلا البوردر. البوردر لو كانت انهيرتد تخيل انك تحط الماني بوردر هتلاقي كل تاج جواه يحط له بوردر تطلع المنظر ليش؟ فقال ايش البادي خليها على اساس انه انت بدك اياه راح تحط له ايش؟ نور. ايش كمان مش انهيرتد؟ المارجنز والبادن. تمام؟ يعني انت تخيل تحط بادن للبادي مثلا 50 بكسل. تخيل انه البادن انهيرتد. معناها يدخل جوا كل تاج جوا البادي يعمل له ايش؟ بادن فالصفحه كلها تمام؟ فالبادن والمارجن مثلا نقد انهيرتد. في حاجات انهيرتد زي مثلا الفون صار تمام زي الكهرباء مثلا ممكن يحددوا انها انهيرتد ولا انهيرتد لما يجي يصمموا يقدر يعمل ينفع حاجه تحطها انهيرتد لا كلها حاجه تحطها انهيرتد تطلع ايش تصير كل الصفحه تصبح تمام. طيب احيانا احيانا انت بتحتاج انك تخلي التشايلد ياخذ نفس خصائص مين؟ البيرنت حتى لو الخاصيه مالها مش انهيرتد. يعني انا مثلا حابب في مثال تبع هذا انه كل الدفز اللي جوا ياخذوا نفس البوردر تاع مين؟ تاع كيف؟ هو باي ديفولت ما بياخذش تمام؟ لا هو باي ديفولت انت غيرت البوردر مش انهيرتد اتريبيوت تمام؟ لحظه شويه الان شوف ايش بنسوي يا جماعه. اجيت للهيدر قلت له بوردر تمام الان بدي اقول له ايش؟ لا يمكن هذا ايش؟ انهيرتد طبعا هذا غلط. الان رحت للهيدر قلت له بوردر ايش كتبت هنا؟ انهيرت. ايش يعني انهيرت؟ اورث البوردر من مين؟ من البيرنت تبعه. باي ديفولت هو ما بياخذش البوردر تبعه بس انا هنا اجبرته انه ياخذه من مين؟ من البادي تمام. الكولمز هذولا طيب هذول ما خدوش ليش؟ لانه ابوهم مين؟ مش البادي. ابوهم مين؟ ال
الرابر مش في عندي رابر تمام ابوه مين لا هاي هاي رابر مش انا يا جماعه لما صممنا الصفحه حطينا رابر ديف وحطينا جوال كولمز تمام فانا المفروض في الاول اروح للرابر واقول له بوردر انهرت هل قلت صار ايش فانا قلت له للرابر ياخذ من البادي اورث من البادي عشان الكولم استعوله اللي جوا يعمل انهرت لمين انهرت للبوردر واضح ايش اللي انهرت يا جماعه الان انت لو فتحت اي تاتوريال مثلا هذه هنا خليها على الهيدر بس الان اللينكس طلع معي شوية انا رحت للصفحة وبضيف ايش اتشرف this is a link تمام هاي لينك موجود هنا الان لو رحت انا للبادي في السي اس اس وقلت له color لون الخط تمام نحطه مثلا براون ولا لون يبين على الشاشة اخضر مثلا تمام ايش اللي صار عندي حطيت يا جماعة حطيت لون الخط اخضر بس كيف عملت حطيت لون الخط اخضر رحت للبادي قلت له هاي بنت اقول لك هالجيم اللينك اخذ لون الخط اللي حطيته لا ما خدوش بقول لك اللينك لا يعرف باي ديفولت اللينك لا يعرف اللون تاع مين تاع الكره كيف بدك تجبر اللينك يصير لونه زي ايش زي اللي حواليه تمام بتروح بس ايش هنا للاي مش هو اسمه ايه تمام بتقول له كلر كيف؟ شرحها بقول كم خلص